جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ صالح. السائل في سؤاله الثاني يقول: لإخوة في السودان يدعون أهل قريتهم إلى التوحيد الخالص وترك أعمال الشرك والخرافات والبدع، لكن بعض الأقارب يمنعونهم من عملهم هذا، فبماذا تنصحون هؤلاء مشكورين؟ نقول الحمد لله الذي وفق هؤلاء الإخوة لدعوة إلى الله عز وجل وبيان التوحيد والنهي عن الشرك، فهذا عمل عظيم وعمل جليل، وهذا عمل الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن الله بعث الرسل تنذر عن الشرك وتأمر بالتوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا هو وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأما هؤلاء الذين يدعون إلى الله ويأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك، فإنهم ضالون مخطئون في هذا خطأ كبير، لأن الواجب عليهم أن يعينوا هؤلاء لا أن يمنعوهم من شيء أوجبه الله عليهم. وهؤلاء شبيهون بالمشركين الذين يقفون في دعوة الرسل إلى الله وينكرون التوحيد ويأمرون بالشرك. الواجب عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يرجعوا إليه، وأن يمكنوا هؤلاء الدعاة من القيام بمهمتهم ويسهلوا طريقهم. الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، جزاكم الله خيرا.